قبل ما أبدي أريد أسأل الشباب بس، منو منكم يعرف لعبة بوبجي؟ ظاهر هاي اللعبة صايرة يعني مسيطرة على الشباب، بحيث بحيث هي هاي اللعبة يعني تستعبدك وتخلق إدمان عندك وتخليك ما تقدر تتحرر منها، مثل أشكال الإدمانات اللي أيام زمان اللي كان يروح للشيخانة وما يقدر، واللي يشرب وما يقدر يترك، واللي يدخن سيجارة ما يقدر يترك. كل زمان وكل مكان بها إدمانات، بها أديكشن، بها استعباد. والسؤال هو بعد هذه الرياضة كل واحد يسأل نفسه شنو أشكال استعباداتي أنا، أشنو الشيء اللي ما أقدر أتحرر منه. وخلي نكون صادقين مع نفسنا حتى لا نقارن نفسنا بالآخرين ونقول أنا أحسن من فلان، أنا أحسن من فلانة. لا، كل شكل من الاستعباد والاستحواذ اللي سيطر علي وما أقدر أتخلص منه، هذا اللي يمكن أحتاج أن أعمل له رياضة. وإذا هذه الرياضة فادتنا بتخلصنا من فرد شيء مسيطر علينا، فعلا هوني راح نسمع كلمة الرب: إيمانك خلصك. فلما نقول يسوع مخلص، وهسه دا نستعد لعيد ميلاده، بالحقيقة يسوع يخلصنا من نفسنا، من أشكال العبودية اللي تسيطر علينا وتجعل حياتنا كلش واطئة. مثل لما الدجاجة أيام زمان كانت تطير، بس من كثرة ما تعلقت باللقط الموجود على القاع صار عندها ضمور بالأجنحة. إحنا عندنا ضمور بالأجنحة الروحية، فصرنا دجاج روحيين، يعني ما بعد نطير ونرضى باللقط ونتعارك على اللقط ونتدافع على اللقط، بس نسينا نطير، نسينا أنه عندنا أجنحة، نسينا أنه نقدر نحلق فوق. أتذكر كان ظهر فد رواية قبل 15-20 سنة أو أكثر، عنوانه جوناثان ليفينغستون ذا سيغل، طائر البحر. هذا السيغل هو طائر بحري. القصة هي أنه هذا السيغل يجتمعون على الشواطئ مع العالم ويأكلون مزابل، وإلى درجة يأكلون من أكل المزابل بحيث قاموا يسمنون ويثقلون وما بقى يطيرون. فواحد اسمه جوناثان قال للأمه: أنا ما أريد أكل، أريد أتدرب على الطيران. يا ابني ابقى معنا، حالك من حالنا، يعني كل هالسيقلات اللي قد تعيش على المزابل كلتها على خطأ وانت على حق. فالقصة هي كلش بديعة وصارت فيلم وقصة رمزية، بالحقيقة هي قصة كل واحد وكل وحدة من عندنا. أش سويته بجناحي؟ ولهذا القسم الثالث هو: لماذا نذهب إلى الكنيسة؟ ليش نروح على الكنيسة؟ أنا لاحظت من هاي الخمس سنين أنا موجود مطران بهاي الأبرشية أنه عندنا نوعين مسيحيين: اللي ما يحتاج للكنيسة واللي يحتاج إلى الكنيسة، اللي يجي على الكنيسة. اللي ما يحتاج يجي للكنيسة عنده حق،
نفس التكرار ونفس الصلوات اللي سمعناها ونعرفها، فماكو حاجة أسمع قداس بنور سات. عندي شريط بالسيارة أسمع تراتيل، فأش حاجة أتعنى وأصرف بنزين وأجي للكنيسة. بس بعد مرور عدة سنوات اكتشفت أن جماعتنا اللي ما يجون للكنيسة يتحولون إلى كوفي، إلى نوع من التوحش المسيحي، مثل الطير اللي ما يحيد بعد على البيت. ليش؟ لاحظت فرد شيء ما أعرف إذا انتبهتم أنتم إلو. هذول أولادهم اللي ما يشوفون كنيسة، لما الطفل البيبي حتى لو عمره يومين ثلاثة تجيبه للكنيسة، الطفل يحس بتغيير الجو. والأطفال اللي يبكون عندنا وقت القداس أعرف دائما أنه هذولا جدد، ما جايبيهم كثير على الكنيسة، جيبوهم مرتين ثلاثة ما بعد يبكي، راح يشعر يتعود على جو الكنيسة. الطفل لازم يفتح عينه على الكنيسة، الشاب لازم يفتح عينه على الكنيسة. شنو فائدته؟ فائدته يطلع من طريق الوحشنة اللي يخلقها الشارع واللي تخلقها المدينة، التوتر والتعب اللي حكينا عنه قبل شوية، ويدخل داخل عائلة كبيرة. من يصير عندنا زواجات ومن يجون 20 واحد على البراخ و200 واحد على القاعة، أولاد هذولي اللي أبد ما يجون على الكنيسة عينكم لا تشوف إيش يسوون. كن صعدوا على تمثال مريم عذراء، هم زين كن قلتوا لهم اللي سوى التمثال ثبتونه لأن أنا أعرف. كن كسروا شبيبيك بيت الطباخ مالنا، ما خلوا شيء ما خربونه. كن ترسوا الساحة عليك ينداس بالأرض، ما شايفين كنيسة، ما شاعرين أنه هذا بيتم الثاني ووكاحتم داخل الكنيسة. عجيبة. ليش؟ لأن ما كنت بسطن على أنه هذا البيت هو مكان آخر مثل بيته. ما يجون للكنيسة، صحيح أهله ما بحاجتنا وما بحاجة للقداس والتلفزيون يكفينه وما عنده وقت وخطيه الرزق والشغل وكل هذا، بس النتيجة راح تكون سيئة، سيئة كثير على هالولاد، سيئة كثير على هالعلاقة الزوجية اللي ممكن يجي لها عواصف، اللي ممكن تجي لها مثل ما تجي لكل عائلة. زي منو يسندك؟ منو يحط لك عكازات؟ باكر تتغير الأمور، شلون تقاوم العواصف والانفعالات إذا جيت للكنيسة؟ والكنيسة تهتم بأولادك، تهتم بخطوبتك، تهتم بزواجك، تهتم بحياتك الروحية، وتهتم بالله الساكن بيك تغذيك. إذا أنت ولدت مسيحي وما صرت مسيحي في مرحلة ما من حياتك، ما اهتديت، أنت مو مسيحي. مثل أغسطينوس بالثلاثين حس على نفسه، اهتدى وقام يشعر بأهمية هذا الاهتداء، بأهمية أنه الله قربان، الله خبز، الله يغذينا. كثير من الناس، أنا واحد منهم، ولدوا بعوائل ما كثير مسيحية، ما كثير ممارسة، ناس عاديين، بس اكتشافي لأهمية الله اللي موجود بالكنيسة خاصة، وهاي هذا التنظيم، هذه المؤسسة اللي اسمها الكنيسة، اللي اسمها الأسرار، اللي اسمها القداس، خاصة القداس، هو اللي سحرني وجابني على هالطريق، وأحاول من خلال خبرتي أن أقاسمه وياكم، أن وجودكم بالكنيسة ما هو بس خدمات، أنتم مخدومين، أنتم تجون تاكلون، تتأملون، تصلون،
تستهلكون. هذا الرب اللي حط نفسه في مستوانا، اللي نزل بحيف بحيف. فاليوم سويت رياضة، كنت بنيوزيلندا، ولياسة أتذكر طلبوا مني أسوي لهم رياضة، وكانت الرياضة أنه إنجيل يوحنا ما بينه قصة تأسيس القربان، يعني 4 فصول يوحنا يحكي مع التلاميذ، ما يحكي عن كسر الخبز وقربان. إيش يحكي يوحنا؟ يبدي بغسل الأرجل وأقلم، وفجأة الناس تفتح عيونها أنه بالنسبة ليوحنا التناول بدأ بغسل الأرجل. لما يسوع ينزل ويغسل رجلين بطرس والتلاميذ، وبطرس يصير عصبي يتشكك، فجأة بطرس راح يفتهم أنه يسوع نزل. إذا أنا ما أفهم أنه القربان هو نزول حتى يصل إلي، حتى يلتقي بالرغبة مالي الموجودة بي، بالجوع، طوبى للجياع، يلتقي بي، وبذيك المنطقة يحدث اللقاء، الحب، العشق، الغرام اللي عنده تجاهي، هو يحبني، هو يعشقني، هو يموت علي، وفعلا مات علي. ذاك الوقت راح أفهم أنه جيتي للكنيسة ما هو فضل أسوينه على أبونا ينكدر، وما أنا ما 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 ينكدر أجي الكنيسة مالك. أنا فقير، أنا جوعان، أنا مسكين، أنا بحاجة أن أجي للكنيسة لأني محتاجه. فإذا هذا الحكي لازم نرجع نفهمه. فالواحد كان رئيس تحرير مجلة كبيرة، كان يقول أنا ما يعجبني أروح كل أحد للكنيسة، ضشته. أنا صار لي 30 سنة أروح للكنيسة، تقريبا 3000 قداس سمعته، 3000 كرازة سمعته. حقيقة اليوم لو أريد أفكر ولا وحدي من هالكرازات ما أتذكر. إيش فائدتها؟ أنا 30 سنة أروح للقداس، ضيعت وقتي وسمعت هلقد قداديس وهلقد مواعظ. والحقيقة هم أبونا لما يشوف الناس ما تهتم، هو هم ما يحضر كرازة ويشرقلها، ومع الأسف ندخل في الحلقة المفرغة. هذا الحكي كتبه رئيس التحرير بالمجلة ماله، وجت تعليقات وآراء، الناس جاوبوا على شيء كتبه رئيس التحرير. قسم قالوا إيه حقك، عفية عليك، تمام. وظلت الجريدة أسبوعين تنشر رسائل موافقين أو ما موافقين على شيء قالوا رئيس التحرير، إلى أن جت فد رسالة عجبتني أقرأ لكم. هي تجاوب على رئيس التحرير اللي صار له 30 سنة يروح للكنيسة وما يتذكر ولا كلمة من الكرازي اللي سمعها. أش تقول هذه الرسالة؟ لقد تزوجت منذ 30 عاما، ومنذ ذلك الوقت قامت زوجتي بإعداد 32,000 وجبة طعام، لكن بالنسبة لي لا أستطيع اليوم أن أتذكر أيا منها، بها معرفة شكلته، التي قدمتها زوجتي من الأصناف مع لذة وطاب، صحيح بس ما أتذكرها. لكني أعرف حقيقة
لقد قامت زوجتي بتغذيتي وإطعامي وأعطتني القوة التي أحتاج إليها للقيام بعملي. ولو لم تعطني زوجتي تلك الوجبات لكنت الآن ميتاً بالتأكيد. وبالمقابل إذا لم أكن قد ذهبت إلى الكنيسة لتغذية روحي لكنت أيضاً مثلك الآن ميت روحياً. فأقول قارنوا بين المجيء للكنيسة والأكل بالبيت، نفس الشيء. الحياة الروحية بالمقارنة تشبه الحياة الجسدية، مثل ما قلنا بالبداية أكو بيها سموم، أكو بيها أفكار صحيحة، أكو بيها أفكار مغلوطة. ولهذا مغزى هذا الحكي وهذه الرياضة كلها أنه لازم نكون متواضعين ونشعر أمام الله أنه نحن ولا شيء، نحن ولا شيء أمام الله. اليوم هوني وغدا ما هوني، بس إذا كنا واعين بعدمنا وعظمته ممكن يسوي بينا عجائب، مثل ما قالت مريم تعظم نفسي الرب لأنه نظر إلى تواضع عمته، فها منذ الآن تطوبني جميع الأجيال. الإيمان هو فرد شيء صعب نقنع بينه اللي ما عنده، صعب، وصعب يصدقه شخص ما مجربه. ولهذا اللي عنده شوية إيمان أقول دير بالك علينه، غذينه، قوينه، اسندوا، ثقفوا هذا الإيمان. وإلا ترى إحنا رايحين بالغلط إذا نحن حاربنا هذا الإيمان أو أذينانه عند أخوتنا. يسوع يقول الويل لمن تأتي على يده الشكوك، الأفضل أن يربط في عنقه حجر الرحى ويلقى في البحر. يعني شقد الإيمان نازوك، سريع العطب، هش. فإذا كن بقالكم إيمان خافوا علينه ولا تقعون بالتجربة، ولا تصدقون المشككين، ولا تصدقون الناس اللي ما عندهم إيمانكم. انت ما عليك منه، انت اتبعني. أجي على، عندي بعد كم دقيقة، أجي على موضوع الأسئلة. التغيير في الحياة واقع، واللي ما يتغير مع الحياة ما يقدر يعيش. كيف نميز أن هذا التغيير هو جيد وصالح أم هو تغيير غير مناسب لحياتنا وطبيعة مجتمعنا وعلى شخصياتنا؟ لأن ما كل تغيير هو مفيد مثل ما عرضت لنا في السلايدات. صحيح؟ صحيح صحيح، خوش سؤال. فعلا أحسن طريقة هو أنه نتعاون سوا. صحيح كلتنا لما نتزوج ونجيب أولاد نكتشف بعد مدة من الزمان أنه أن نجيب أولاد سهلة بس أن تربيهم صعبة. فنقوم نستعين بالمدرسة، بالكنيسة، بالتعليم المسيحي، وبكتب تربوية. وكتب التربوية هم بيها هيك وهيك، هم أشكال وألوان، والنظريات هم هيك وهيك. ولهذا التواضع هو أن الإنسان ينتبه على نفسه. ما كل متغيرات في زماننا زينة، ما كل شيء تركناه زين، وما كل شيء كان عندنا قبل هم زين. وهذا الفرق بين السلفيين والرجعيين وبين التقدميين، وهذا اللي عشناه القرن العشرين. كان أكو المحافظين واليساريين، هذولي للتقدم وهذولي للمحافظة. بالحقيقة لا هذولي صح ولا هذولي صح، الطريق الوسطي هو الأصح.
كيف أعيش في الصمت ومن حولي مشاكل ومرض وعصبية من حولي وضغوطات الحياة؟ يعني حاول تسرق من وقتك أو من وقتك كم دقيقة باليوم على الأقل حتى تمارسين أو تمارس هذا الصمت، وشوية شوية تقوى عضلاتك تقدر هذاك الوقت تقاوم مشاكل وعصبية وأمراض اللي حولك وضغوطات الحياة. لأن بدون مناعة ترى ماكو فائدة تسد الباب. إذا أكو وباء فلاونزا، ما أنت تقدر تحمي نفسك ما تقدر. أحسن شيء في حياتنا اليوم نعرف بأنه أحسن شيء هي المناعة. قوي جهاز المناعة، وهذا هو سر الصحة. كيف نقاوم الأمراض الاجتماعية والأمراض الفعلية الجسمية بجهاز المناعة. وأصعب مرضين بالعالم اليوم هما مرضين يطخون جهاز المناعة، السرطان والإيدز، يعني يطخون جهاز المناعة مالنا. قوه المناعة، خلي الأطفال مالكم يسمعوني يشوفون يعرفون يجيبوا لك، ما يصير تقول له لا تحكي أشكل، لا ابني قالوا لك أشكل بالمدرسة تعال فهمك. يعني لازم نقوي دفاعاته، ما نسكته، ما نسد الباب. كيف يمكن أن نصف حالة أوستينوس في هذه الجملة؟ كيف اقتحمت يا إلهي قلبي ودخلته؟ يعني حبني. هسه نشوف بالصلاة الأخيرة اللي وزعناها، راح نصلي صلاة ثانية كتبها أوغسطينوس، كتبها بعد ما اقتحم الله قلبه. اللي يحب يقتحم، اللي يحب يتشلب، اللي يحب ما يتركك، فهو حس بحب الله له، ولهذا قال هاي الجملة. كل العشاق يفهمون أنه اقتحام الحبايب، ها طيب، كل المحبين يعرفون. يا ترى ما برأيك ما سبب هذا الفرق بين الماضي والحاضر، وما هو الشيء الفاقد بالتغيير نحو الأسوأ؟ أنا أصور اللي كان بالماضي هو ابن الماضي، هيك كان، واللي صار بالحاضر هو ابن الحاضر، هيك صار. بس هاي الصورة الأولى اللي شفناها مع العائلة قاعدة كل من كان يلعب بالتلفون مالته، هذه العائلة ممكن تكتشف بأنه هذا غلط، وأنه العائلة تطفي التلفزيون. يعني مرات من أروح زيارة فد بيت والتلفزيون كي يشتغل على أعلى صوته، أعرف إذا قعدته ما راح يسمعوني وكل عينهم على التلفزيون. فأقلم يا جماعة جيتوا عندكم ربع ساعة، يا هو يا أنا، يا تطفونه يا أنا أطلع. هذا هو هي المشكلة اليوم. يعني أكو قرار. أنا أعرف عوائل ما تحط تلفزيون بغرفة الأكل في سبيل يحكون. صحيح الكلام يمكن يتكرر، بس ترى خاصة إذا عنده أطفال العائلة، الطفل ما يتعلم حكي إذا أكو غيره يحكي، وإحنا ما خلينه يحكي الطفل. ويمكن أحسن طريقة للتربية هي أنه نسمعه حتى لو بعده صغير يتلعثم أو عنده لثغة أو عنده مشكلة بكلامه، خليه يحكي، خليه نسكت، خليه نسمعه. وهذا فعلا أحد اكتشافات اليوم، هاللقاء مع الآخر، واللي حياتنا المعاصرة ما تسمح لنا بيها. دائما الماضي جميل والحاضر فيه قلق وبعثرة الأسرة. ما هو دور الكنيسة المتمثلة برجال الدين في المحافظة على وحدة الأسرة والأطفال وتصرفات رجال الدين؟ نتذكر أن ثقافة رجل الدين يساعد على حب الكنيسة. تمام، رجل الدين هو مثلنا، أخونا، ابننا، تربيتنا، تربية هذا المجتمع. تعبان على نفسه أو ما تعبان على نفسه، بس ما يكفي شغله،
يعني احنا بحاجة له، بس العائلة ايضا اساسية. رجل الدين مهما عمل بالكنيسة اذا العائلة ما تساعده ما راح يقدر ينجح. فاكو فد نوع من توازن بين عمل الكنيسة وبين عمل العائلة بالنسبة للطفل. أما الجملة، بداية الجملة دائما الماضي جميل والحاضر فيه قلق، فهذا ما دائما صحيح. الماضي ما كان دائما جميل والحاضر ما دائما بينه قلق. وأبسط مثال أنه بالماضي الأمراض كانت أخطر، كان ممكن شخص فلاونزا يموت، كان ممكن شخص التهاب بسيط يموت، كان ممكن امرأة بالولادة تموت. هسا نسبة وفيات الأطفال خلال 70 سنة في العراق 90% إلى 95% تحسنت. أكو عمليات قيصرية، أكو متابعة من الأطباء، ولهذا الحاضر أحسن. أما أنه الناس اللي يقولوا لك إيه أيام زمان كان أحسن، فهذولي ما دائما على حق. أنا أقول كون وسطي، شوف إذا الكلام صحيح أو غير صحيح، أنت المقياس، عقلك، فكرك. لاحظت من الصورة الأولى أن التلفون يشجع على الثرثرة، وتصفح رسائل التواصل الاجتماعي في الموبايل يشجع إلى الصمت، ربما ليس هو الصمت المطلوب. إيه طبعا مو كل الصمت، أنا من البداية قلت أكو صمت عزلة وأكو صمت متعمد، أكو صمت تأمل، وأكو صمت شرود دالغة. الدالغة مو هي صمت، الصفنة. بالموصل كنا نسميها صفنة عنكبغيت. لما واحد يروح على عنكبريت أكو تب أبخرة كبريت تطلع فيصاب بالذهول، يقول لي ولاش بيك، بيك صفنة عنكبغيت. هذه الصفنة وهذه الدالغة هذه مثل المخدرات، هذا مو صمت. والصمت ما دائما ذهب والكلام من فضة، أبدا ما صحيح. بس التأمل الصامت هو ما الواحد عنده فكر ثاقب يدخل إلى أعماق الأمور، هذا هو الصمت. فعلا الصمت أشكال مثل كل شيء. عندما أمارس الصمت مثل ما قلت راح تهاجمني الأفكار والذكريات السيئة أكثر من الزينة، وتؤثر على حياتي وتخليني أشعر بالخوف والضوجة والاكتئاب، شلون أقدر أواجه هذا الكلام؟ هذا السؤال فعلا هو صحيح بالنسبة لبعض الناس اللي ما مارسوا. يعني شخص يروح على الدكتور يقول له لازم تمشي وتعمل رياضة، أول يوم يعمل رياضة أو يركب بايسيكل يصير له تشنجات وتعشوه بالليل ما يقدر ينام وكأنه يطلع نار من عضلاته. السبب ما يمارس الرياضة فعضلاته تأذينه. كذلك هذا الشخص اللي ما كان مارس الصمت، أول ما يبدي يمارسه كل الأشياء المخزونة في داخله راح تطلع. أوكي خلي تطلع وطردها، فضلات هي سمومية. لكن لا تخاف منه، بتواضع اقبله. فإذا نقف عند هذا الحد. توزعت لكم الصلاة الثانية مال أغسطينوس. نعم، اتفضل.